ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم ذبيح الله نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي ويقول سيدنا ورسولنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي ويقول الجبار جل جلاله عم نواله عبادي 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 لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم وأيد الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وبارك اللهم في بلادنا بلاد باكستان ونفذ فيها شريعة القرآن واحفظها من أصحاب الكفر والفسوق والعصيان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم أعط أرضنا زينتها وسكنها يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله اللطيف الخبير وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله البشير والنذير أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وصاد بن أبي وقاص في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وصيد بن زيد في الجنة أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون ألا إن حزب الله هم المفلحون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تلد تجارك